عاش حياته بكل الامتلاء والكتابة والتنوع ليقوم بتدوين سيرته الذاتية في كتاب شغف وإرادة رهان في الإعلام والثقافة والسياسة الذي يغني به الكتابة الوطنية. وحرص المؤلف بتواضعه على التنبيه إلى أن الكتاب يتضمن فقط بعضا من مسيرة حياته ولمحات من سيرته المهنية والشخصية بارتباطها بمراحل من التاريخ الحديث للمغرب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بكتاب ذاتي، لكن الذات في تقاطعها مع أدوات أخرى للسياسيين وقادة وطنيين وكتاب كفار أضفوا على مسيرته بعدا خاصا. وزاوج السي محمد براغة في عنوان كتابه شغف وإرادة بين العاطفة والعقل، ويعني الشغف ذلك الشعور بالحماس الشديد أو الرغبة التي لا تقاوم تجاه شخص أو شيء ما وتذهب إلى أقصى الحب، بينما الإرادة هي ذلك التصميم الواعي على أداء فعل معين يستلزم هدفا ووسائل لتحقيق هذا الهدف. ويجد الشغف والإرادة منبعهما في أن المؤلف الذي رأى النور في مدينة وجدة تشبع في أحضان أسرته وخلال مساره الدراسي في هذه المدينة بقيم الوطنية والفضيلة، وكانت وجدة التي عاش فيها وظل متعلقا بها رمزا للفداء والاستشهاد في معركة التحرير والاستقلال. وسترافق روح الشغف والإرادة المؤلف في أول محطة من حياته المهنية بعد نيله شهادة البكالوريا ودبلوم اللغة العربية باقتحامه مهنة تدريس اللغة العربية، وأخلص لمهنة التدريس بحرصه على تحديد مادة اللغة العربية لتلاميذه في البعثة الفرنسية في وجدة. ويكون الشغف والإرادة عنوان مغامرة عمر في حياة براغة الذي يعترف بأنه سواء أراد أم أبى فإن اسمه اقترن في أذهان الناس بميلاد وتطور مؤسسة سابريس، ليس فقط لكونها تختزل أكثر المراحل عطاء في حياته، بل لأنها تعكس أيضا الشكل الرائع الذي اتخذه عشقه لمجال الصحافة والنشر، ثم لأنها كانت أكثر مغامراته المهنية الإنسانية كدا وجهدا وأكثرها مدعاة للارتياح والاعتزاز. قبل بلاد سابريس كانت المؤسسة الوحيدة التي تنفرد بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات في المغرب هي شركة من مخلفات الحقن الاستعمارية، واشتغل فيها المؤلف وأصبح أول مغربي يتقلد منصبها التجاري، وآلمه أن همها هو تحقيق الأرباح وتعزيز الوجود الإعلامي والثقافي الفرنسي بالتوزيع في الصحف الواسع للصحف الفرنسية مع خلق الصحافة الوطنية، وهي ظاهرة في رأيه لم توجد في أي بلد آخر مستقل. وانطلاقا من بلده الوطنية وظف استفادته أحد عطور الشركة من دورات لتكوين الصحف في فرنسا ودورات لتكوين في اقتصاد وتدبير المقاولة وانخراطه في عدد من المنظمات المهنية الدول المتخصصة في النشر والتوزيع مما أكسبه خبرة ودافعه إلى قصد الاحتكار في قطاع التوزيع بتأسيسه شركة سابريس بمعية مدير الصحف الوطنية المتوفرة آنذاك. وفعلا تبقى مبادرة تأسيس سابريس مغامرة العمر في مسيرة براغة، وهو يخوض معركة مغربة قطاع توزيع الصحف يوم فاتح دجندر 1977 في إيران مخبوع بتهديدات وتحرشات الشركة الأجنبية محتكرة التوزيع. وتطور شركة سابريس التي انطلقت باستعمال الدراجات الهوائية والدراجات النارية في التنقل
لتمتلك في أقل من 3 سنوات مقرها وتصبح هي الأولى في قطاع التوزيع. وأورد الراحل عبد الحفيظ القيم الذي كتب مقدمة الكتاب قبل 4 شهور من وفاته أن أصدقائه داخل الكتل الوطني وحتى داخل الحزب كانوا يعتبرون فكرة تأسيس سفرات مغامرة غير محسوبة العواقب، لكن الفكرة غيرت من حياتنا الداخلية ومن مشهدنا الإعلامي في اتجاه الأحسن، فتجاوزت الفكرة الأصلية الممثلة في التوزيع والنشر إلى تنويع الإنتاج الإعلامي ودعم القراءة والثقافة والمثقفين، كما احتضنت أنشطة ثقافية لم تضيع فيها أي مؤسسة وطنية، مشيدا باسم محمد برادة الذي جمع في رأيه بين حماسة الوطنية وعقلانية التدبير وروح التطوع في خدمة الإعلامي والوطني معا. ومن أفضل سابريس برئاسة السي محمد رضا على قطاع الصحافة أنها لم تكن فقط مجرد شركة تجارية، بل قامت بدور كبير في انتشار الصحف وتوسيع قاعدة القراءة، وقدمت الدعم والمساندة المادية والمهنية ليس فقط بصحف مؤسسيها الذين كانوا في تلك الفترة في صف المعارضة السياسية، بل شملت رعاية وكل الصحف الأخرى، وكانت البيت الحاضر لرموز الصحافة وملتقى تجاربها والورش الذي تبررت فيه كثير من الإنجازات في المشاريع الصحفية الناجحة، مثلما كانت بيتا لتقديم المشورة والتوجيه والنصح لاسم الصحفي على قاعدة أن الصحفي يتقبل كل شيء رسالة إعلامية وإنسانية وثقافية وحضارية ووسيلة للدفاع عن الرأي وحرية التعبير والتزام بخدمة القارئ. ويؤكد برادة بكل تواضع أن صحفا كثيرة لم تكن لتنهار النور وتصمد لولا الدعم المادي الذي قدمته لها سابريس التي فتحت لها الأبواب المشرعة أمام الصحافة الغير حزبية برهان عليها في إغناء المشهد الصحفي وتنمية القراءة في المجتمع. واستمعنا قبل قليل لشهادة الصديق نور الدين مفتاح الذي تلقى قرضا حسنا عند تأسيس أسبوعية الأيام، اقتطع السي برادة تدريجي من مبيعاتها وفعل ذلك مع كثيرين. في هذا الكتاب كان المؤلف شاهدا على عدة عقود من عمل الصحف في بلادنا الذي كان مطبوعا للجانب النضالي والحزبي قبل أن يشهد ميلاد محاولات غير حزبية دارت في أشكال مشاريع اقتصادية وتجارية تخضع لقوانين السوق، معبرا عن أسفه لانحدار المبيعات اليومية للصحف الورقية من أكثر من 500,000 خلال 80 في القرن الماضي إلى 35,000 نسخة لـ20 يوميا في سنة 2020، لكنه ينادي بمواجهة هذا الانحدار في مجتمعين ذكر الراحل محمد أشد أن القراءة فيه تستعصي حتى على المتعلمين بدعوة الصحافة الورقية إلى التكيف مع انتشار الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمي والإلكتروني وتطوير أدائها، وستظهر روح الشغف والإرادة والابتكار مرة أخرى، كأن براد الذي عاش قريبا من عالم الكتابة الفكرية والأدبية والسياسية وشارك بحماس وكثافة في الحركة الثقافية جعل الكتاب من خلال سابريس توأما للجريدة والمجلة بتوزيعه في أكبر عدد ممكن من نقاط بيع الصحف في مختلف المدن المغربية. ويتطرق المؤلف في هذا الشأن بتفصيل إلى حصول سابريس على شرف توزيع كتاب ذاكرة ملك الذي هم جزءا من مذكرة مرفوع لجلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراه، والاستقبال الذي خص به المرفوع له شخصيات من رجال الفكر والثقافة والإعلام العربي، وجعل المؤلف بحضوره وجعل المؤلف المؤسسة أيضا ملتقى لاستضافة تظاهرات وندوات وأيام دراسية تهم الناشرين والمثقفين. ولا تلتصق صفة المؤسس بالسي برادة فقط في سابريس الذي تخلى عن إدارتها في نهاية سنة 2010، بل تمتد إلى مبادرات له داخل وخارج الوطن هاجز في ذلك خدمة حضور الوطن وإشعاعه. وينقل الكتاب إلى 3 مبادرات لتأسيس برادة في منتصف السبعينيات القرن الماضي مع عدد من أصحاب دور النشر والطباعة والتوزيع اتحاد الناشرين والموزعين العرب،
كما كان مؤلف في سنة 2006 ضمن مجموعة من الصحفيين المغاربة والفرنسيين من المؤسسين لنادي طنجة الذي كان يتوخى المساعدة على بنية الروابط المتعددة بين صحفي البلدين، وكان برادة أول مغربي عضو في جمعية أصدقاء غوتنبرغ فرنسية التي تهدف إلى تشجيع الكراء والمساهمة في أسبوع قطاع الصحافة والقضاء والطباعة والنشر، وأسس رفقة عدد من المثقفين فرعا مغربي لها في أبريل 2010 متوليا رئاسة هذا الفرع طوال 10 سنوات وعمل تحقيق عدد من أهداف الجمعية. وبالطبع فإن جهود المؤلف المحمودة والممتدة على عدد القرون في قمة الصحافة والإعلام والثقافة جعلته جديرا بإحداث التقدير، مشيرا في هذا الشأن إلى حصوله في سنة 2003 على أول جائزة وطنية كبرى للصحافة التي كان جلالة الملك محمد السادس قرر إحداثها في 15 نوفمبر 2002. ثم من أكبر مظاهر التقدير الذي يعتز به المؤلف إنعام جلالة الملك محمد السادس عليه في شتنبر 2004 بوسام الملكي معتدا في الافتقاد الملكية اعترافا وتقديرا لكل مسؤولين في صقرس. ولم يتعد المؤلف بعد تخلي عن سير صقرس عن مجال الصحافة والنشر بافتتاحه مقرا جديدا لشركة برومو برس منخرطا في شرح مفهوم وأهداف الجهوية المتقدمة، وفي أنشأ موقع جهاب نيوز الإلكتروني وأصدر موسوعة دفاتر جهوية. وربط المؤلف طيلة مساره المهني علاقات مهنية مع الإعلاميين والمثقفين من أبناء بلده، وكان دائما محل تقدير في الوسط الصحفي بفضل خصاله ولبل مواقفه. وتضمن الكتاب شهادات لبعض الإعلاميين أكدوا فيها أن برادة لا يدخل يده في جيبه إلا من أجل أن يتذكر صديقا ألم به طارق. وعندما تقوم الحرب بين قبائل الصحافة يكون محمد البرادة حكما، فكان صديقا ومستشارا وخبيرا يقدم تجربته الفكرية والميدانية أمام الجميع. لا فرق بين من يستثير بهموم السوق ومن يبحث نفسه عن مكان صغير تحت الشمس. وأن شعار جريدة لكل مواطن الذي أطلقه منذ تأسيس مكن المواطنين من الاقتراب من كلمة التي كانت من قبل بعيدة عنهم، كما جاء في هذه الشهادة أن الرجل استطاع بحداقته وملاءته أن يكسب ثقافة ثقة صحافة الأحزاب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.